مشاهدينا الكرام، معذرة، إنها صرخة أم. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال مرحوم أمين شاريز اللي توفى بمدينة أكادير، أسباب ومسببات الواقعة. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال أمين. مشاهدينا الكرام، صدر الحكم ابتداء الاستئنافي في الأول يوم أمس، الحكم الاستئنافي. الأم في وضع صعب، لم تتقبل الحكم لبزاف ديال الاعتبارات. رسالة صوتية أرسلتها لنا الأم، تبعوا معي. السلام عليكم أختي المغاربة، أنا أم شاريز أمين اللي كان الحكم الاستئنافي البارح 24 في شهر 4 2024، اللي كان صادم بالنسبة لي واللي قتلوني للمرة الثالثة. نهار قتلوا ولدي نهار الأول في 2022 ونهار الحكم الابتدائي، وثالث مرة الحكم الاستئنافي اللي هو البارح. حسبنا الله ونعم الوكيل. كما عارفين أخوتي المغاربة، الحكم الابتدائي كان قتل خطأ وعدم مؤاخذة المتهمين الأربعة الآخرين، رغم الاوديوات اللي تسربات، رغم الفيديو ديال ولدي كيخاخر، رغم بزاف ديال الحوايج، رغم التشريح الطبي اللي ما دارش وما تحطش كاع، رغم الخبره بان ولدي ما شارب ما حاجه، وتحكموا بهذا الحكم اللي قلت لكم. هذا فقط للتذكير. البارح كان يعني الحكم اللي طال لمدة عام وست شهور في المرحلة الاستئنافية، ما كيجي حتى واحد. ضريت أنا ندير عون قضائي اللي كنخلصو من جيبي ونصيفطو، المهم ولاو كيحضرو دوك الربعة. المتهم الرئيسي ما كاينش، ما حضرش، خارج البلاد. دارت في حقو مسطرة الغيابية. من بعد بداو الجلسات اللي ولاو كيتناوبو تاني على طماطول، كل واحد كيحط كل شهر متناوبين على شواهد طبية. ما كاين باس، دوزناها اليوم، ما كاين باس. صبر صبر مفتاح الفرج. من بعد اللي كانت أول جلسة اللي كان تتم فيها النقاش، اللي هي نهار 13 شهر 2، جاو الأطباء الحمد لله اللي شرحوا ولدي، وجا واحد الطبيب اللي ما انتدبتوش للنيابة العامة، لا يعني المحكمة ما طلباتو ما طلباتو، ما غير جا هكاك عيط ليه واحد اليوتيوبر اللي كيدير ليا فيديوهات كيمدح في المتهمين وكيشهر بين انا وبنتي ولدي باسم الشكايه ديال الشير. لكن تنادى بزاف وتصوروا، يعني يوتيوبر ما عنده حتى علاقه لا بالعائله لا من بعيد ولا من قريب، كيطلب امر طبي باسم فلان فلاني اليوتيوبر الى الطبيب الخبير بروفيسور فلان فلان، وتحطت هذيك الورقه بقدره قادر وتحطت في الملف ديال ولدي بدون امر قضائي. هادشي كنقول لكم بوثائق الدامغه، انا ما كنجيبش حاجه من راسي. المهم شكيت بهذاك الطبيب حتى هو، هادشي نعاود لكم. درت شكايه الحمد لله في المحكمه الزجريه في عين صباح، دارت المتابعه ديالهم الطبيب واليوتيوبر، لان هذاك حتى هو جرم. منين نوصل ان شاء الله لكازا وغادي نوريكم المتابعه اللي دارت لهم. استمعوا للطبيب واستمعوا الطبيب قال لهم يعني قال لهم انا غير صيفط لي في الواتساب الوثائق، وما صيفطوش الوثائق، صيفط له غير المحاضر ديال المتهمين. يعني انت طبيب محلف وخبير وغادي دير راي طبي واحد المقتل ديال واحد الشاب مغدور الله يرحمه، تقول بان كان سكران، فين شفتي شي خبره ديال السكران؟ ما سكرانش، حللتي شي جبته، شرحتي شي جبته. المهم دارت المتابعه في حقهم هما بجوج، استمعوا في رمضان اليوتيوبر هو في اكادير، لكن تحالت من اكادير عاوتاني لمدينه الدار البيضاء بعين صبح.
عندنا أول جلسة نهار 16/5 إن شاء الله بإذن السميع العليم. البارح كانت المرافقة، سمحوا لي، كانت 28 شهر 3 كانت غادي تكون الشهر، لا 13 شهر 3 كانت غادي تكون المفروض غادي تكون مرافعة وتكون الحكم. لكن كنت فاجئ بواحد المحامي قال لي أمه مريضة بالشفاء، ولكن تفاجئنا المفروض يكون يعني أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع، قالوا لنا شهر ونص، يعني شيرونا شهر ونص، ما كاين بقى السيد وزنها بجغي مدل ما قلنا ما كاين مشكل، يحترم قرار الهيئة والمحكمة وكي حتى مشكل، اللي هو البارح 27 شهر 4/2024. البارح سيادي كان الحكم لثالث مرة، كان ظلم لثالث مرة، كان جرح لثالث مرة، بيقطوني لثالث مرة، بيدبشوني تأييد الحكم وما كل شيء. سمحوا لي، فجوا الأطباء في شهر جوج نهار 13 لأول جلسة ديال النقاش، أجمعوا كلهم ثلاثة ديال الأطباء، أجمعوا هادو اللي شرحوا ولدي، ماشي الطبيب اللي غير قال لي صاحبو قالو دير ليا رأي طب وجا حطو ورقة اللي ما شاف ولدي كاع ما كاين وكاع في أكادير، أجمعوا بأن ولدي مضوب بأداة رادة، جر جسد، خمش بالأظافر، خالي من كحول ومخدرات، ودارت له عينة على البول والدم ولا المعدة، محتوى المعدة، الطعام، هاد الوراق، داكشي اللي كاتبين في التشريح الطبي هما اللي قالوا وأكدوا بأنه مستبعد معناها تكون ماشي طيحة ديال السيارة، قالوها في وسط القاعة هاد المحكمة هاكا والهيئة سمعتهم والنيابة العامة سمعتهم، وهادشي كل اللي تقال البارح المحامي فاش دار المرافعة، قال كذا كذا، هادشي اللي قلت لكم، أكدوا وأجمعوا بأنها ضربة، الضربة مات مقتول بأداة رادة على الرأس، خرج ليه المخ ديالو. جبنا اليوم المتابعة ديال الطبيب وديال اليوتيوبر، هذيك الورقة يعني اللي تحطات وقدرات قادر في الملف، جبنا اليوم متابعة حطيناها اليوم، جبنا اليوم خبرة ديال النارسة ديال الصيفة اللي غدا بستين، ميمكنش كيقول معهم كيقولوا راه طاح من السيارة مترو وخدموا، يعني اللي عنده بيرمير غادي يفهم، انت صايق بستين وكتقول طاح من غير مترو، يعني كاين شي حوايج علمية اللي دارت ليها خبره من خبراء، ماشي يعني هكا نهضرنا، حطينا لهم هاد الخبره ديال المارسة ديال خبير محلف، حطينا لهم يعني الطبيبه شنو قالت، راهو ما يعني كلشي كاين داكشي مكتوب، شنو قالت في شهر جوج، قالت بان ولدي مضروب بعدة رادة هي سبب الموت ديالو، ولدي مقتول، ولدي ماشي طايح من السيارة ويستبعد، وما يمكنش يكون طايح، ولا كان غيكون طايح خصو يكون طايح يعني ومهرس، إلا كان غيكون يكون طايح يعني عنده قصور مهرس، ولدي ما مهرسش، ولدي مضروب على الراس ديالو، عنده بقالات ديال الدم، إلا شفتو الصورة ديالو فاش هذاك صورو هو كيموت، الجمجمة ديالو مسكين المخ ديالو خارج الله يرحمو. استمعوا لي، يعني داروا مرافعة المحامين ديالنا، حطوا كل شيء، الحمد لله يعني كانت مرافعة مزيانة، النيابة العامة كانت معنا، أكد هو على داكشي اللي قالت الطبيبة بأنها مضروب بعدة رادة، داكشي اللي قالت الطبيبة شهر جوج، أكدت على داك التشريح الطبي اللي دارت، جات قالت أو يعني شرحته، لأن كاينين شي كلمات طبية ما يمكنش لا أنا ولا غيري ولا غير الطبيبة اللي شرحته ولا الأطباء اللي شرحوا الثلاثي، ما كنهضرش على هذاك الطبيب اللي جابوا هذاك اليوتيوبر. صافي ترافعوا الاخرين المحامين ديال المتهمين، كان همهم الشاغل يقولوا غير امين كان سكران، امين كان سكران، امين كان سكران، بغاو يطعنوا في هذيك الخبره اللي دارت، هذيك الخبره اللي دارت ماشي انا اللي درتها، هذيك راه النيابه العامه هي اللي دارت طالباتها وهي اللي دارتها، وهذوك الاطباء هي اللي انتدبتهم ماشي انا، انا راه نهار دارت داكشي راه كنطيحه في الفراش باش مات ولدي الله يرحمه. قال لك الام والاخت كيظلوا في المنابر الاعلاميه
ما عندوش الحق. لا سيدي عندي الحق، مادام ما كنهضر ما كنقول اسماء، ما كنقول كنجيب وثائق قدامي غير من المحكمه الموقره. عمري ما خرجت بشي حاجه هكاك، كنجيب الوثائق ديالي قدامي غير من المحكمه الموقره. وفي الاخر المهم قال لهم علاش لابسين كاع، قال لهم علاش كتمشي تهضر في الصحافه. انا هضر من حقي، حق من حقوقي، انا هضر حق ولدي، ناخذ حق ولدي اللي مات، لان ماشي ولدكم هذاك، حق من حقوقي. من بعد قال بنتي وواحد بعض الاصدقاء ديال امين، شي جوج ولا ثلاثه لابسين تيشورتات العداله شارز امين، قال لي علاش يلبسوها هادو المحاميين ديال المتهمين؟ اش دخلكم؟ واش كاتب باش يسب؟ واش سب شي واحد؟ تيشورتات فيها العداله وشارز امين، ما عديت حتى واحد دايره تصويره امين وطالبه العداله، طالبه التسليم، طالبه العداله والانصاف. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد كنتفاجئوا قالوا لنا المهم سالوا مرافعه المحامين ديالهم، انا جوني ما يعني ما تقال حتى شي حاجه جديده، كلهم تيهضروا غير الشراب 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 الشراب. امين شارب غير شربوا صحه، رغم الوثائق واش حنايا غادي نشربوا صحه؟ هذيك الليله هذيك الموت ديالو اللي تغدر ما كانش شارب، راه ما يمكن لكمش تطعنوا في الوثائق قدامي غالي خرجت من الاطباء الدولتيين انتدبتهم النيابه العامه، ما يمكنش لكم. قالوا المرافعه عفوا قالوا المداوله ثلاث ساعات ساعتين، بقينا على برا جالسين، بقينا جالسين داز ساعتين يمكن 11 الليل. سر هذيك سر كضربني في القلب. دخلنا كنجارة وجلسنا، قلت على الله وقلت فوض امري اليك يا الله يا ربي، وقلت امري اليك يا ربي عند الله سبحانه لا هو. وبقيت سنة المداولة. فكنتفاجئوا تأييد الحكم الابتدائي، تأييد الحكم الابتدائي. المرة غادي نطلب واحد الحاجة منكم، رجاء رجاء، يمكن أول مرة نطلب من الناس، يمكن أول مرة غادي نقول رجاء وقفوا معايا. أنا لا ما أنا هدوني البارح، أنا تهديت، أنا كنت غنتسطى البارح، أنا كنت غنحماق. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحم بها الوالدين، الله يجازيكم بالخير. أول مرة غادي نطلب جمعيات حقوق الإنسان توقف معايا، الله يجازيكم بالخير. حتى بالمحامو اللي بغا يدخل في قضية ولدي، مرحبا، الله يجازيكم بالخير. أنا كنطالبكم توقفوا معايا، هاد الأم المكلومة تظلمات ابتدائيا واستئنافيا رغم الدلائل الضامرة اللي عندي، كنطالبكم توقفوا معايا. كنطالب الناس مزعج شرفاء اللي تيخافوا الله، لا في الغنية لا في القضاء، لا في يا جمعية حقوقية يوقفوا معايا. عمري ما طلبت حتى واحد، دابا وليت كنطلبكم، الله يجازيكم بخير وقفوا معايا. محتاجة سند، محتاجة ناس يوقفوا معايا، محتاجة الناس شرفاء ونزعاء يوقفوا مع الحق. انا عندي وثائق قدامي راه كامله، الله يجازيكم بخير وقفوا مع هاد الام المكلومه. انا وبنتي كنتقاتلوا، الله يجازيكم بخير وقفوا معايا ناخذ حق ولدي، الله يجازيكم بخير. لولا انا لولا الصحافه، لولا الصحافه، لولا الصحافه النازيه، لولا السلطة الرابعة عليا الصحافة ما كتوصل صوتي، أما ما يسمعني حتى واحد. الله يجازيكم بخير وقفوا معايا. حسبي الله ونعم الوكيل، عدوني حطوني، ولكن أنا معاكم في النقد والعبرة بيدي غلامنا أمنتو بيدي السميع العليم. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه الرسالة الصوتية ديال أم أمين شريز، عما قريب غادي يكون عندنا مع حوار نولوا فيه القصة من الأول. لا زالت مراحل التقاضي مستمرة، هناك النقد في الأخير، نتمنى أن يكون حكما منصفا. مشاهدينا الكرام، كما ننتظر كذلك التعليل، يعني بعد الحكم اللي صدر هناك تعليل، من الطبيعي جدا أنه الهيئة غيكون عندها تعليل على الحكم، غادي نقلوا للرأي العام. مشاهدينا الكرام،
لا يمكن الحسم في الملف الآن، لأنه مراحل التقاضي لا زالت مستمرة وننتظر القرار في الأخير لمحكمة النقد. مشاهدينا الكرام، عما قريب غادي يكون عندنا حوار مع الأم، تبعوا معنا.